السلام عليكم. في الفيديو ده هنعمل برنامج باستخدام البايثون. البرنامج ده يرد عليك على اي حاجة في الدنيا. دي مقدمة. احنا في البداية الفكرة بتاعت البرنامج ان احنا هنتعلم ازاي نخلي البرنامج يروح للويكيبيديا يجيب منه معلومات عن الحاجة اللي انت بتسأل عليها وبعدين يرجع يطبعها لك. فاحنا في البداية خالص لازم نسطب لايبراري خاصة بالويكيبيديا. فاحنا لو البايثون عندك نازل عندك بالشكل ده، فانت دوس كليك يمين وهتلاقي بايثون 3.8، دوس كليك يمين وقول له بروبرتس، هتقول له اوبن فايل لوكيشن، هيجيب لك المسار بتاعه. خش على السكريبتس، بعد كده هات المسار ده معاك علشان ده اللي احنا ندخل عليه نسطب من خلاله. فهتفتح ستارت ورن وهتقول له سي ام دي، هتيجي هنا تقوم قايل له cd slash enter، بعد كده cd مسافة، وتقوم اديله المسار اللي انت خدته من فوق كوبي، تحطه بيست هنا وانتر، فيجيب لك المسار ده. هتكتب له امر بيب 3.8 وبعدين تقوم قايل له install ويكيبيديا. هتنتظر شوية يبدأ يحمل وينزل المكتبة. يعني دقيقة دقيقتين بالكتير هو كده خلص، وقال لك ان هي هو سطبها وسطب معاها كل المكتبات اللي هو محتاجها. تمام، مفيش اي ايرورز ظهرت، قال لك دان. تمام كده. طيب احنا هنبدأ نعمل مشروع جديد، واحنا هنخلي المشروع ده المستخدم يدخل اي سؤال وهو يرد عليه. هنتعلم ان البرنامج يرد عليه اجابات بسيطة، وبعدين نتعلم ان البرنامج يرد عليه اجابات مفصله. فاحنا هنعمل مشروع جديد، هندوس تراك يمين ونيو وتكست دوكيومنت، هنسميه مثلا سمارت ايجنت مثلا دوت بايثون، وبعدين ندوس كليك يمين ونقول له اديت ويز ايدل. اديت ويز ايدل، هنبدأ نكتب هنا البرنامج. أول حاجة هتعملها إنك أنت تعمل import للويكيبيديا، بعد كده هنخلي المستخدم يدخل أي حاجة. فهنقول له مثلا إكس بتساوي، ونقول له input، ونقول له what do you want. مثلا ممكن ننزل له بسلاش ان كمان، فهو يطبع لك الرساله دي وينتظر منك اي ادخال تدخله. احنا هنخلي الكمبيوتر على طول يقوم طابع برنت، بس هيطبع ايه؟ هيطبع ملخص الحاجه اللي المستخدم دخلها في المتغير اكس. فهنقول له المكتبه اللي هي ويكيبيديا اللي احنا عملنا لها امبورت فوق، هنقول له دوت في دالة اسمها سمر، هتفتح قوس كده وتقول له دخل لي الحاجة اللي انت بتبحث عنها. فتقول له انا ببحث عن حاجة اكس اللي المستخدم دخلها، وبعدين تقوم قايل له كوما، وتقوم قايل له مثلا انت عايز كام جملة، فتقول له sentences بتساوي 2. يعني كده انت بتقول له هات لي جملتين 2 من ملخص الحاجة اللي المستخدم بيسألني عليها دي، بس كده. طيب ممكن بقى نحط دول جوه لوب تشتغل forever while true علشان يفضل البرنامج شغال لغاية ما لا نهاية. وممكن بقى تقول له لو المستخدم دخل أي كلمة اخرج، يعني مثلا ممكن تقول له هنا f x بتساوي تساوي، وتقول له مثلا اي كلمه مثلا كيو، مثلا لو المستخدم دخل لي حرف كيو تعمل اكزيت 0، يبقى يخرج من البرنامج. فيفضل قاعد يشتغل معاك ويرد على كل تساؤلاتك لغايه لما تدخل له كيو. طب تيجي نشغل البرنامج ده، ران موديول. اوكي، البرنامج مطلع لك رساله وبيسالك انت عايز ايه. فمثلا نفترض انك انت قلت له image processing، انا بسألك يعني ايه image processing مثلا، فانتر، قاعد يفكر شوية
وقام ردد عليك قال لك ان كمبيوتر ساينس ديجيتال ايمج بروسيسنج، وقام ردد عليك. وبعدين ما يقول لك دو يو وانت، وات دو يو وانت تاني، قول له بقى المره دي مثلا كمبيوتر جرافيكس، انتر. هيقعد يفكر شويه ويرد عليك. طيب مثلا عايز مثلا كالكولس، هيقعد يفكر شويه ويرد عليك، وهكذا.